فلا انا صار بدي شاب بدي هاتي عندك مرتخي؟ لا تقبريني انا بحطها. لك فهميه؟ شو ريحة هالمسك الطيبة من وين جايبتيها؟ وصلت اخي عمر جاب لي اياها. والله ريحتها حلوة، لازم وصي عمر يجيب لي وحدة منها. ايه؟ آه يا درسانة يا فهمية، أتاريكي مانك سهلة بنوب؟ لا تخافوا أمي لا تخافوا، هلأ بيجي أبوكم. ها ليكو إجا. السلام عليكم. وعليكم السلام، إمتنا من الرعبة؟ وينك لهلأ؟ كنت عم جيب شوية أغراض لأوقات. أيوة، ليش شو مكسرين إيديها؟ ما تروح تجيبهم هي؟ لك يا بنت الحلال، هي مرته لأبو قاعود ونحن موجودين، ما بيصير تزعسوا. إلهي بنت الحوان قريب، إلهي استغفر الله العظيم. عفاف يا عفاف. ايه خير؟ شو في؟ مين حاطط لي مسك على المخده؟ مسك؟ ايه مسك. يو والله غريبة، مع انه ما كان في عندي حدا غير الداية ديبة وبنت حماية فهمية. معقول تكون الداية ديبة هي اللي حاطط لك مسك؟ الداية ديبة؟ ايه اخي، يعني عم قول لحالي بركة هي. قديش عمرها الداية؟ كبيرة أخي، كتير كبيرة، يعني بيطلع عمرها شي 40-45 سنة هيك شي. قعد أخي قعد، بدي أحكي معك بموضوع. خير أخي، هاي البيت ورجعتوا له أنت وأخوك، وهدين كل مقوصتين طلعوا منه، وصار لازم يكون في حريم بالبيت تخدمكم. مشان هيك أنا عم أقول لحالي صار لازم نجوزك بقى. يا أختي، أم قاعود كرهتني جواز بسنين. لا يا أخي، مو كل أصابيعك مثل بعضها، والحريم نفس الشي. بعدين أنا العروس اللي شايفت لك ياها بتاخد العقل وبتشيل الهم من على القلب. كمان شايفتيني عروس؟ ايه طبعا تقبرني، ليش شو ناقصك انت؟ اذا موافق مشان احكي لك مع اخوه. مين اخوه؟ جوزي ابو فهد. قصدك؟ ايه تقبرني، فهمية بنت حماية. فهمية؟ باركي لها لاختك عميك بالكتاب. الله يبارك فيك وعقبالك يا حق. الله يبارك فيك يا مبروك يا شاعر. الله يبارك فيك يا مختار. ان شاء الله تسلمون على راسي عبارة عن اولادكم. عمي كتبوا الكتاب. عمي كتبوا الكتاب. ان شاء الله مبروك. مبروك. الحمد لله اللي فهمتيكي.
والله فرحان تلو لجابر من كل قلبي. صبرونا ليقبرني. اي والله الفهمية بتاخد العقل وما في منها. جابر رجال معدل وبيستاهل كل خير. بدك تشوف صباح ونجاح قديش فرحوا وطار عقلهم لما عرفوا انه خالهم بده ياخد عمتهم. الله يبعث لك يا جواد شي بنت حلال مثل فهمية. امين. يلا تحركي انتي ولاقي له شي بنت حلال. لقيت له بس ما بعرف اذا اهلها بيرضوا يعطونا اياها. اوف ليش لحتى ما يرضوا؟ بنت مين هي؟ بنت ابو محمد السكافي. ايه والله والنعم ناس شرفة اولاد اصل. ايه يضرب قلبي ان شاء الله. المرحوم كان وعده يجوزه على حسابه. وانا رقبتي سدادي كل وعود المرحوم برقبتي. الله يجبر بخاطرك ويعلي مراتبك يا حق. انتي معناها شاوري لجواب مش كاهله خاطر لحتى حاكي ابوه. ما في لزوم شاوره. يلي انا بشوفه مناسب هو دغري بيرضى فيه. ايه مو تكرم عينك وعينه. وين رايحة؟ بدي فوت نام. بدك حط لك عشاء بالمانا؟ لا يستوي. يلا يلا عفاف أنا غلطت سامحيني. أنت ما غلطت. أنا الحق علي المفروض أنت اللي تزعل مني. لا أنا مالي زعلان بس أكيد أنت مالك زعلاني. يا الله يا رجال كلموني يا المصر. أصبحنا وأصبح الملك لله. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. خذ زبون وسكر. الله يصبحك بأنوار نبي سيدراسي. أهلين. شباك 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 ما بني شي لشوفي يا ميت. أهلا وسهلا زارتنا البركة. بدي مأهل تقبريني. تفضلي على صدر تقبريني. تقبري قلبي ان شاء الله. الف مبروك. الله يبارك فيك. بنت عمي اللي عندك طلب بدي ما تخيبيني. خير ان شاء الله والله يقدرني ولبي لك طلبك. بدي بنتك زهريه لابني عمار. انا ما بعرف احكي الا هيك خبط لزم. بتعرفي يا بنت عمي انا والله احب على قلبي بس يعني شور شور ابوها بكره بس يجي من الضيعه بقول له وان شاء الله بتطلع من نصيبكم. ان شاء الله يا حق. عليم الله جيدكم غالي وانتم خيركم سابق. تسلم. بس ما بكون ترزوني يعني انا ما بنجوز البنت. شو هالحكي هذا محمد؟ اذا انت ابوها ما تكون تجوزها مين بيمول لك؟ لا تقول لي امها. الله يسامحك يا عقيد. حيرضى ابو محمد مين لك كان بيمون عليها؟ يلي بيمون علي وعلى بناتي وبحل وبيربط بهيك قصه هو الوالد الله يطولنا بعمره. والله يا ابو محمد هي معك حق فيها. ما دام هيك بكره بنصلي صلاه الفجر وبوش على الضيعة إذا الله رد. ذكرنا على الله. ابن عمي هلا صحيح العقيد شاهر بده يخطب زهرية لابن حماه. ايه وشو فيها؟ غريب هالشي. شو الغريب؟ يا سيدي امبارح ام شاهر حكت معي بالليل وطلبت مني زهرية لابن عمر. قلت لها بس يجي ابو محمد بخير وسلامة بقول له. شو هالحكي هاد؟ يعني في خلاف بين شاهر واهله؟ لا يوه تقبرني. اي والله شاهر ما بيزعل امه لو مهما صار. معناته الموضوع فيه انه